غير أي شيء تقريبا خلال 21 يوم. نسخة مزيدة تشحن حياتك بنشاط من خلال 500 توكيد. Proficient with somebody family you can change almost anything in 21 days. Expanded edition recharge your life with the power of over 500 affirmation. Proficient هي احدى اخصائي التربية، كما انها مؤلفة غزيرة للانتاج ومديرة ورشة محليين ومعلية التأمل. تضمن كتبات Time for Joy و The Journey Within و Hang Until the Miracle Happens و Precious Solitude Stop Do You Know You Are Breathing. كما قامت فيشل ايضا بتطوير بطاقات توكيدات روحية وهي مجموعة بطاقات التحية المثيرة للإلهام والتي تتفق مع الرسائل التي تهدف إليها من كتبها. تأخذ كتبها القارئ في رحلة مدهشة عبر الألم والخسارة لتقود به إلى الإلهام والأمل. كما تضع كتبها القارئ على طريق لطيف نحو النضوج والسلام وحب الذات والآخرين والله. شوفوا من المحتويات بعد الشكر والتقدير والتمهيد. مرحبا بكم في عالم العبارات التوكيدية الرائعة الذي سيغير حياتكم المقدمة وهتغير أي شيء تقريبا في 21 يوم. من قوة التوكيدات إلى إزالة العواقب، عوائق عن طريق التغيير. 4 نجاح التوكيدات. 5 لنصنع فارقا. 6 كيف تعيد الطاقة لحياتك بأكثر من 500 توكيد. دفتر يوميات أيام 21 وفهرس عن المؤلفة. روز كيسي بتقول لن تحتاج إلا إلى شخص واحد لكي تغير حياتك. النية. جاري سوكاف بيقول توجد النية في كل زاوية من زوايا حياتك. جوزيف جولدشتاين، الإرادة هي الدافع أو الإشارة الذهنية التي تسبق الفعل. شاكتي جاوين، ما نصنع بداخلنا ينعكس خارجنا، هذا هو قانون الكون. وولت وايتمان بيقول أحد أعد فحص كل ما قيل لك وتخلص من كل ما يهين روحك. الخوف، قد تعتقد أنك إذا تم تعينك بوظيفة جديدة لن تصبح قادر على تحمل المسؤوليات الجديدة التي تترتب عليها. ربما تخشى أن الشخص الذي لم ينل الوظيفة قد يشعر بالإحباط أو يحدث معه أسوأ فيصاب بضيق وإكراه. كلمة الخوف تعني بالإنجليزية fear. حتى تتكون الكلمة من 4 حروف تمثل الحروف الأولى من مزيف false evidence دليل يبدو appearing حقيقي real. يعني تعبر عن شيء مزيف يبدو حقيقي. إذا ما كنت تشعر بالقلق أو الخوف فأنت لا تعيش في اللحظة الراهنة ولكن تعيش في المستقبل راسم سيناريو المسج خيالك وملون هذا السيناريو لو مشارك في اللحظة الراهنة. تقولوا من كيف الكتاب لم يقول لا شيء أكثر صعوبة في التعامل معه ولا شيء أكثر خطورة في القيام به ولا أقل إمكانية للنجاح من أن تخطو في بداية نظام جديد لترتيب الأمور. كين كيز بيقول عندما يعي عدد كافي من شيء ما سنصبح جميعا على وعي به. آيلين كادي توقع أن تتم تلبية كل حاجاتك، توقع الحصول على حل لكل مشكلاتك، توقع الوفرة على كل المستويات. توكيدات الوفرة، قبول، الإدمان، وأيضا دوافع القهرية، الطعام، العادات، تعافي الوزن، تقدم في السن، الملائكة، الغضب، توجع، انظر إلى المشاعر، توازن الجسد، العمل، انظر إلى النجاح، حياة المهنية، انظر إلى الإرشاد الوظيفي، الغاية، أن هنا من الأزل أن تفعل المستحيل، والجزم، التغيير، الاختيارات، انظر القرارات، تعهدات، تعاطف، ثقة، ثقة بالنفس، تقدير الذات، توافع القهرية، انظر إلى الندمان، طعام، عادات، تعافي الوزن، تحكم السيطرة، الشجاعة، إبداع، قرارات، المواقف الصعبة، الشرط أنظر الإيمان والثقة، طاقة، تمارين، إثارة والانفعال، إيمان أيضا، المشكلة والثقة، مشاعر أنظر أيضا التوجه، الحالة المادية، الحرية، المرح، الكرم، المعاناة، أنا أكثر نضجا من احتياجي للمعاناة، 12 خطوة للتعبير، تسليم، أنا أتخلى عن الأشياء التي تقيدني، أنا لا أستطيع، أنا الله يستطيع، سأسلم أمري إلى الله. تخليت عن حادثي للقيام بكل شيء وحدي. دفتر يوميات لأيام 21 صفحة لأول توكيد من توكيداتك. اختر تغيير واحد تود أن تحققه في حياتك ضد الآن. تذكر أن هذه التوكيدات يجب أن تكون إيجابية. تقابل يتم الإحساس بها بحماس وقوة. تعبر عن اللحظة الحاضرة ممكنة شخصية. كتاب غير أي شيء تقريبا خلال 21 يوم لروث فيشل.